دقيق وصريح لكي تعم الفائده. الموضوع يتعلق بالمساحات الخاصه اللي ولات كتنتشر وكتناسب واحد الشكل صارخ على مستوى المملكه خاصه في المدن الكبرى. هذا كيجعلنا الانتشار ديالها دليل على ان خاصه بعد ما تم اقرار تعميم التغطيه الصحيه والداعي على تغول هذه المساحات السيد الوزير هو 90% المرجوعات من صديق ديال التغطيه الصحيه تعود الى هذه المساحات، وبالتالي فالحكومه متجهه نحو تخصيص القطاع ديال الصحه. السيد الوزير المواطن العادي او المواطن المقهور يلتجا الى هذه المساحات ماشي حبا فيها، ولكن بعد ما تاكد بان هناك ضعف يعني الخدمات الصحيه في المستشفيات العموميه ما كنزيدوش السيد الوزير، ولكن كنقول بامانه وبمراره الواقع المعيشي ديال المواطن المغربي صراحه بذلتم مجهود كبيره جدا في البنايات وفي التجهيزات، لكن الشكل المتعلق بالموارد البشريه وبالخدمات هذا موضوع نرجع من بعد. السيد الوزير هذا التغول هذا جعل هذه المساحات كي يرفعوا من التعريفه المتفق على يعني المرجعيه على مقارنه مع التعريفه المرجعيه، وكيشرعوا الواحد الزياده او الدفع غير مشروع اللي هو لونوار، وايضا الشيكات بضمانه. السيد الوزير المواطن كيمشي باش يدواء كيلقى راسو امام حكيم في ظل الدوله الاجتماعيه، ومن هنا ومن هنا السيد الوزير كان شكرا. التعريفه المرجعيه الموحده للعلاجات في المغرب اي مراجعه منذ سنوات في ظل وجود مطالب تدعو الى اعتماد تعريفه مرجعيه تاخذ بعين الاعتبار التقدم العلمي والتطور الذي يعرفه قطاع الصحه، وكذلك القدرة الشرائية للمواطنين. لأنه التعريفة المرجعية تمت المراجعة ديال تصنيف ديال المشترك ديال الأعمال الطبية، لأن ماشي كنا كنخدموا بالإن جي أبي، دابا انتقلنا للسيكام لا كلاسيفيكاسيون كومون دي زافيكسيون ولا دي مالادي دي زاكت ميديكو. هذه تمت وتنشرات في الجريدة الرسمية. انتقلنا من 4000 جيست اللي كنا كنديروا الى 8000 الوقت اللي كانت الان جي ابي ما كتوفرش عليها. هذا يعني خاص واحد العمل باش نديروا تعريفه لهاد 8000 ديال الاجراءات الطبيه اللي خاصها دير. هذا هو اللي كتقوم به اليوم الوكاله المغربيه الوطنيه للتامين الصحي مع الفاعلين. علاش؟ لان ما يمكنش نديروا واحد التعريفه ونخلقوا اخلال ديال توازنات ديال التغطيه الصحيه، خاص ولا بدا واحد التوافقات باش يمكن تمشي في واحد الصيروره في واحد التدرج. وهذا الدار يعني ماشي ما دار شيء. كنتفق مع الساده النواب المحترمين وعلى بيان التخوفات ديالهم ما يسود في بعض المصحات، ماشي كجميع المصحات كلهم كيعملوا بنفس الطريقه، ما نعمموش، ولكن الوزاره كتقوم بالعمل ديالها تفتيشيات دوريه باش كتحاول توقف جميع الاختلالات اللي كتقوم بها بعض المصحات. ففي هذه السنه راه تم رصد جميع المخالفات المتعلقه بالاضافه الى الفوتره والمبالغ ديال اللجوء هذه المصحات، كذلك حتى بالنسبه للشيك وبالنسبه ديال الضمانه، وكذلك حتى ديال النوار. وهذا الشيء هذا يمكن نتجاوزوه منين نوصلوا لواحد التعريفه مرجعيه كتوافق التطور التكنولوجي وتتوافق مع الهيئات المدبره باش نحاربوا هذا النوار ونخرجوا المواطن المغربي من هذه المعادله ديال ما بين المؤمن ما بين اللي كيقدم الخدمات وما بين هيئه التامين. هذا هو اللي كنطمحوا ليه كاملين باش نحافظوا على الجيب ديال المواطن والمواطنات، وهذا خصو واحد العمل واحد الشراكه. شكرا لكم.